السلام عليكم، بسام الطسم من المملكة العربية السعودية. حاب أقول أبو ناس الله يوفقك ويوفق عيالك، وهنا أخوي عبد الله حاب مسحي السلام عليكم. في الفلوج اللي فات تكلمت عن مدرسة أنس، إنهم دفعوا أنس 500 ريال وإيمان 500 ريال حتى يحضروا حفلة نهاية السنة، وقلت إنه أنس ما حضر الحفلة ولا كان يبغى يحضرها، وطلبنا من المدرسة إنهم رجعوا لنا فلوسنا من البداية، يعني بعد ما دفعنا 500 يمكن كم يوم، ما رضيوا. كثير منكم علق ونصحني يا أبو أنس خليك شديد ارفع شكوى، وفعلا رفعت شكوى، والمدرسة طلبت مني إني أروح له ويقابلوني. الحمد لله قابلتهم وتحلت المشكلة الحمد لله، رجعوا لي فلوسي. أشكر الله أولا ثم أنتم على نصيحتكم، شكرا لكم. Is that what it means? Yeah. What is it in Arabic? فتحية واردة غمادية واردة. ما شاء الله واقف. تبي نطيح. لا. اللي كل شوي يطلب عند تعليقات اليوتيوب يطلب من الناس يشتري في قناته، هذا مو اسلوب. اذا تبغى تشتهر وتبغى قناتك ينجح، انتج يعني مقاطع حلوه، ان شاء الله بهذه الطريقه قناتك ستنجح. تصور اسمع، ايش اكثر سؤال يجي لك من متابعينك؟ اكثر سؤال يجيني من متابعيني والله يلا ايش تشتغل انت؟ مع ان القناه كلياتها اسمها عملي واحد، عجيب، لكن يظلوا يسالوني ايش تشتغل انت، يعني غريب والله. الله يسهل. انت ايش اكثر سؤال يجيك؟ يلا والله يمكن يعني انت سعودي ولا ايش جنسيتك؟ مع انه ما نعرف ليش، يعني اهم شيء الاخلاق، ما ادري ليش هذا السؤال يجي لي كثير. نفسي اسال هذا الشخص ليش هذا السؤال المهم بالنسبه لك، يعني تفرق يعني بعد ما تعرف ما الله يهدينا جميعا. امس رجعت من الرياض الحمد لله في الليل، واليوم خارجي مع بعض نفطر انا واهلي. يوسف مبسوط مع مع الكوره. Дива, баба бичила. Have a Lion King, Alice? Yeah. طب انا طالع هنا. Oh my god. ايش هذا؟ ايش هذا يا انس؟ اوه ما شاء الله. حلو. ايمان هذا قسم الشباب هنا العوائل. باي باي. شوف الحلزون هذه كبيرة. ايه اوه. ندخل معاه السيارات عشان افكر، بس انا ما اعرف ايش اشتري. انس يقول يبغاني اشتري ايش؟ ايش تبغاني اشتري انس؟ جي ام سي. جي ام سي ليه؟ لانه فيها ثلاجة؟ يبغاني اشتري جي ام سي، يقول عشان فيها ثلاجة ويو اس بي. يلا تعالوا. انا ايمان انت ايش تبغى، ايش سيارة؟ هذه سيارة حلوة، لاند كروزر. غالية شوي. كيف أنس حلو؟ ها؟ تبغاني اشتريها؟ إيمان أنت نايمة؟ أوكي احنا رايحين المول، أنت خليك في السيارة، أوكي؟ خليك في السيارة. خليك في السيارة. يلا شاشة تضحك علي؟ قومي. قومي الله يسعدك. لازم أطلع أطفالي وأهلي أقل شيء مرة في الأسبوع، أحس إنه هذا واجب. هذا الكندا سربرايز، عادة ما يتباع في السعودية بس هنا يستوردوه فكويس. كيف طعم؟ فراولة؟ إذا نايس أنس؟ دائما أطفالهم تعطيهم ايس كريم ولا شيء يقعدوا ساكتين حتى يخلصوا مبسوطين. شوف بحاول أزعجهم وهم بياكلوا. أنس أنت كيف حالك؟ إيش اسمك؟ إيش أخبارك؟ كيف حالك؟ فين؟ إيش لونك؟ ها؟ ها؟ يلا تكلم. إيمان كيف حالك؟ ها؟ فين تبي تروحي؟ إيش تبغي؟ إيش تبي تاكلي؟ إيش تبي تلعبي؟ ها؟ بسرعة بسرعة. بلين. عشان رمضان جاي دائما يعلنوا فيمتو. لانه هذا المشروب اشتهر في رمضان. ها يوسف، يوسف ايش الصوت هذا؟
أنس ورينا شعرك ما شاء الله كذا أحسن من أول كان طويل مرة صح؟ الله يسعدك إيمان وتي ورينا شعرك زعلان يا إيمان عشان كان تبغى شعره كمان كان تبغاهم يحرقوا شعره قلت له لا البنات شعرهم طويل ولا لا؟ شوف الصفصار بيجوا ورايا أنس إيمان شوف ترى فيك أنس اطلع برا انتوا عارفين انه انا محتاج واحد يعلمني كيف البس الثوب والشماخ ففين رحت؟ رحت شركة لومار عند لؤي الاستاذ لؤي نسيم صاحب شركة لومار ساعدني وعلمني كيف البس الثوب والشماخ عملنا فيديو اذا ما شاف الفيديو موجود على القناة يوتيوب شوفوه الرابط تحت ان شاء الله عجبكم ان شاء الله شوف انا اضمن لك الثوب لكن الشماخ ما اضمن لك شكرا لكم للمتابعة واللي يبغى يشوف المقطع الجنوني اللي عملناه مع بعض مع شركة لومار اضغطوا هنا وساعدونا بنشر المقطع يلا السلام عليكم.